حادثة نيرة أشرف تتكرر في الأردن. طالبة إيمان أرشيد يقتلها زميلها بمسدس أمام بوابة الجامعة. التلفزيون اليوم السابع الإلكترونية، القصة الكاملة لمقتل الطالبة إيمان أرشيد على يد زميلها بالأردن. بث التلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد هدى أبو بكر تقديم شروق وجدي، والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة لمقتل الطالبة إيمان أرشيد على يد زميلها بالأردن. وتابعت التغطية الخاصة أنه قال نور شقيق الطالبة الأردنية إيمان أرشيد ضحية الاعتداء الوحشي الذي وقع أمام إحدى الجامعات الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان، إن والدها أوصلها إلى الامتحان صباح أمس الخميس كالمعتاد، لكن العائلة تفاجأت باتصال هاتفي عند الساعة 11 صباحا يفيد بوجود ابنتهم في المستشفى بعد أداء الامتحان، ليجدوا عند وصولهم الأجهزة الأمنية أمام غرفتها. سبب القتل، أضاف شقيق الضحية أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لذلك بحسب تصريحات صحفية. وتابع نور أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم عصر الخميس أنها باشرت البحث عن الجاني مبديا استهجانه واستنكار الفعل غير مبرر، فيما جدد الشقيق استنكاره بشأن قدرة الجاني على الدخول إلى الحرم الجامعي وبحوزته سلاح ناري دون وجود رقيب أو حسيب. واختتم نور كلامه بأن العائلة تحترم القانون وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون، كما دعا المجتمع الأردني للوقوف معهم لأخذ حق شقيقته وإنزال أقصى عقوبة على الجاني. وهنا في مشكلة، إن إزاي البنات، يعني بنات عائلات ومحترمات، ويعني إزاي يحصل لها كده؟ يعني فين حقوق الناس دي؟ صح، يلا ربنا يعزيهم يعزي أسرهم وياخدوا حقهم إن شاء الله. شكرا.